بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ شرح المحاضرة الثانية في الدوائر الكهربائية أو مادة الدوائر الكهربائية، ونبدأ بعنوان المقاومة اللي هي الريستور. الشكل التالي يبين الرمز والمميزة البيانية للمقاومة الخطية لينير ريزيستنس، اللي هي المقاومة فولتج دائرة بسيطة عبارة عن فرق جهد أو مصدر جهد ومقاومة. وهذا الشكل يبين الكاركترستيك بتاع المقاومة R، عبارة عن خط مستقيم له ميل قيمته R، سلوب بتاع قيمة R، ويمكن التعبير عنه بالعلاقة التالية اللي هي V تساوي R في I. وحدة قياس ال V الفولتج، وحدة قياس ال R الأوم، وحدة قياس ال I الأمبير A. وهذا يقولوا له شنو قانون أوم. قانون أوم هو عبارة عن V تساوي R على R في I، أو لو جبنا ال I في طرف I تساوي V على R، أو لو جبنا R في طرف I R تساوي V على I. Where R is called resistance having basic unit ohm، أو بالحرف اللاتيني ohm بالشكل هذا. اومس لو اي ممكن وصف اومس لو بطريقه اخرى، اللي هي اي تساوي جي في في. الجي اللي هي الموصليه او كوندكتانس، تسمى جي كوندكتانس، ووحده قياسها اوم مقلوبه اللي هو بالشكل هذا، نقول لها سيمنز، اللي هو تساوي اي تساوي بدل ار تقعد شنو في على V مضروبة في J، اللي هي في الواقع هي نفسها V على R، عبارة عن واحد على R في V، واحد على R اللي هي G اللي هي الموصلية. G is conductance وتسمى بالعربي هي الموصلية، وكيف ما حكينا قبل شوية أن G هي عبارة عن واحد على R. مصدر فرق الجهد Ideal Independent Voltage Source، مصدر فرق الجهد المثالي. The symbol and V و I characteristic of Ideal Independent Voltage، الرمز أو الميزة البيانية لمصدر فرق الجهد المثالي. فرق الجهد V is V على أي دائرة كهربائية يعطيني V Source اللي هو خط مستقيم بالشكل هذا. وهذه الميزة ما يسمى مصدر فرق الجهد شنو؟ عند الـ Ideal Independent Voltage Source. نفس الطريقة مصدر التيار المثالي، مصدر التيار المثالي اللي هو Ideal Independent Current Source، هو نفسه مصدر تيار اللي هو I Source. الرمز هذا رمز مصدر تيار، يدخل على دائرة كهربائية يعطيني فرق جهد V، ويعطيني الكاركترستيك بتاعه عبارة عن عمود IS، يعني مهما زاد التيار مهما زاد الفولتج فالتيار ثابت اللي هو IS. هنا نفس المعكوس اللي قبل شرحناه قبل شوية، مهما زاد التيار فالVS شنو ثابت. قيمة الـ VS ثابت مهما زاد قيمة التيار اللي هو المحور الأفقي. هنا عكسها بالضبط، الـ VS الـ IS ثابت مهما زاد شنو؟ مهما زاد الفولت يزيد معايا الـ VS، والتيار شنو؟ قيمة التيار هنا ثابتة، ويسمى Ideal Independent Current Source اللي هو مصدر التيار المثالي. نجو إلى الدارات أو المقاومات، resistance circuits and definition، الدوائر المقاومات وتعريفات. عند توصيل أي دائرة كهربائية بالشكل التالي مع بعضها الأسلاك، تتكون دائرة كهربائية بالشكل هذا، شكل A وشكل B. فهنا عبارة عن
السلك هذا اللي هو النقطة واحد أو العقدة واحد هي نفس السلك هذا مهما طولته هو نفسه واحد، هنا هي هو نفسه واحد، عبارة عن نفس النقطة السلك من بداية من هنا من هنا، كأنك لو وصلت هنا أو وصلت هنا أو وصلت في أي مكان من هنا من مصدر الجهد إلى المقاومة، المسافة هذه هي نفس نقطة واحدة اللي هي R، بمعنى أن هذه هي نفس النقطة هذه نفس النقطة هذه. نفس الشيء بالنسبة لرقم 2 نقطة واحدة. يبين الشكل اللي يبين الشكل هذا نفس الدائرة الكهربائية نفسها، لو نظرنا للشكل هذا والشكل هذا هو واحد، دليل أن أراه A والشكل A هو نفس الشكل B ويمثل نفس الدائرة الكهربائية. ولتفسير هذا عمليا نقوم بالتعريفات التالية أو نكون التعريفات التالية اللي هي بعض التعريفات اللي هي ناخذ من بس بعض التعريفات الأساسية اللي هي النود. النود هي نقطة اتصال، a point where the two or more element join together is called node، بمعنى أن نقطة اتصال عنصرين أو أكثر كهربائيا تسمى عقدة اللي هي نود. العقدة المستقلة independent node هي نقطة اتصال ثلاثية اللي هي نود join three or more element many it is many be called an independent node اللي هي نقطة اتصال ثلاثية العناصر أو أكثر مع بعضها تسمى عقدة مستقلة. نجول branch اللي هو الفرع، any number of element connected such that the some current is flowing during each of them it's called شنو برانش اللي هو الفرع، اي عدد من العناصر متصلة بحيث يمر خلال نفس التيار تسمى شنو فرع. اللوب if we're starting at any node عندما نبدأ من اي نود اي عقدة in the circuit في الدائرة الكهربائية and move across say some element and end our movement at the same node، بمعنى إذا بدأنا من عند عقدة في الدائرة وتحركنا عبر بعض العناصر حتى نصل إلى نفس العقدة التي بدأنا منها عندها فإن المسار الذي نتبعه يسمى شنو؟ loop. هذين بعض التعريفات الأساسية وسوف نتعرف على بعضها من خلال قانون كيرشوف. أولا بداية قانون كيرشوف للتيار اللي هو نحن نسموه فيه KCL كيرشوف كارنت لو، خذينا الثلاث حروف الأولى KCL من كلمة كيرشوف كارنت لو. Apply KCL to the node واحد اللي هي النود هذه، شوفوا مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارجة، أو نقول حاصل جمع التيارات الخارجة زائد التيارات الداخلة يساوي شنو يساوي صفر. هنا لو فرضنا التيارات الداخلة هي الإشارة السالبة يبدأ ناقص IA ناقص IB والخارجة بالموجب زائد AC زائد AD يساوي كم؟ يساوي صفر، بمعنى أن قانون كيرشوف لو مجموع التيارات الداخلة ناقص مجموع التيارات الخارجة يساوي صفر. نجول إلى KVL اللي هو كيرشوف فولتج لو KVL. The algebraic sum of the voltage around loop يعني مجموع الجهود في أي loop at the same moment في نفس اللحظة is zero، بمعنى ان لو خذينا نشوف الاشارات سالب موجب موجب سالب موجب سالب، انا لو خذينا الاشارات لاحظ معايا انا لو بدينا من اللوب هذا الاشاره السالبه نبدا بها يبدا ناقص بي واحد نبدا بالاشاره الموجبه زائد بي اثنين نبدا بالاشاره الموجبه زائد بي ثلاثه يساوي صفر. دائما نبدأ بأول إشارة
في أي عنصر اللي هو العناصر هذين سواء كانت مقاومة أو ملف أو مكثف، فإنها شنو نبدأ بأول إشارة ناقص في واحد زائد في اثنين زائد في ثلاثة. أنا يشرح في طريقة حل عن طريق نظرية كرشوف، سوف نشرحها بخطوات هذه الخطوات عن طريق شنو حل المثال رقم واحد. المثال رقم واحد found Vx and R1 in the circuit showing in the figure اللي هو هذا. تمام، نبدأ في الحل. عندي مصدر تيار 7 أمبير، عندي مشارة موجبة واحد مقاومة واحد، هنا R1 مجهولة اللي هي يدور فيها في المسألة أو إيجادها في المسألة، وعندي Vx برضو مجهولة اللي هي بين على المصدر 7 أمبير. نبدأ بالحل، نطبق أول مرة نطبق نظرية كرشوف اللي هي كي في ال بالنسبة للأوردر لو. الأوردر لو اللي هو اللوب الخارجي أو أوردر لوب. نجي مجموع الجهود الداخلة ناقص مجموع الجهود الخارجية، هي بمعنى ناقص في اكس ناقص إشارة ناقص زائد واحد مضروبة في التيار الداخل اللي هو كم؟ 7، لأن الفولتية عند المقاومة واحد عبارة عن واحد في 7 أمبير، واحد في 7 وشرتها زائد، هنا زائد 2 مقاومة في التيار بتاعها اللي هي كم؟ 3 أمبير، التيار هذا على وهذا نفس الشيء على التوالي، في 3 في 4 اللي هو بالشكل هذا 3 في 4 يساوي 6. هنا عندي مجهول واحد اللي هو في اكس، نقدر نطلع في اكس تساوي 25. نجي هنا كي سي ال ان ذا ان نود اي، كي سي ال ان نود اي اللي هو النود هذه اللي هي العقدة اي، ونطبق عليها التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارجة. عندي الداخل اللي هو 7 امبير بالناقص، هذا الداخل، الخارج بالموجب. يعني لو بدأنا هنا I1 الموجب مجهولة، وهنا 3 أمبير زائد 3 أمبير لأنه خارج من نقطة أي، لاحظ نقطة أي خارج منها وهذه خارج منها، زائد 3 أمبير، يبدأ المعادلة بالشكل هذا I1 زائد 3 ناقص 7 لأنه داخل للعقدة يساوي 0، ومنها نقدر نحصل على I1 يساوي 4. نجي نطبق KVL على رايت لوب اللي هو هذا، مجموع الجهود يساوي صفر. يبدأ عندي طلعنا اللي هو التيار هذا اللي هو ماشي 4 والإشارة موجبة 4 R1 زائد سوري ناقص لأن مضاد له، هنا معانا في الاتجاه، هنا ناقص 4 في 3 ناقص برضو معانا مضاد في الاتجاه اللي هو 2 في 3، نحصل على R1 تساوي 4.5، وهذا المطلوب في هذا المثال. نجول المثال الثاني found Vx and power absorbed by the element x in the circuit. عندي دائرة بالشكل هذا عبارة عن يبي شنو؟ يبي قيمة الإيليمنت إكس اللي هو ويبي بي إكس. الحل عندي الاتجاهات واضحة، الاتجاه 8 أمبير فوق، الاتجاه هنا موجب أو زي ما في المسألة، وهنا الاتجاه فوق. يبدأ نطبق كي سي ال اللي هي التيارات قاعدة التيار لكرشوف on the node A. يبدأ عندي ناقص I1 هذه النود A نسميها نود A مش واضحة أنا، يبدأ التيار الداخلي اللي هو شنو؟ I1 سوري نود A نود A معلش هي نقطة هنا هنسميها نود B بعدين، هنا نود A الداخل I1
بالسالب من المتداخل داخلة بالسالب، موجب 8 أمبير، موجب 1 أمبير خارج، موجب 6 أمبير. يبدأ عندي ناقص I1 زائد 8 زائد 1 زائد 6 يساوي 0، ومنها I1 تساوي 15. KVL on the order loop، عندي KVL اللي هو جود عند اللوب الخارجي. اللوب الخارجي اللي هو 2 في 6 زائد سوري ناقص، هو التيار داخل هنا زائد معنا التيار بالزائد، لكن هذه اول ما بدينا بالسالب، سالب 37 زائد 15 اللي هي قيمة اي واحد، 15 في 3 اللي هي هذه 15 قيمة اي واحد في 3 يساوي كم؟ يساوي 0. نعود من جديد، 6 في 2 معانا في الاتجاه الموجب ناقص 37 اي 2 اللي هي قيمتها نفس القيمة هذه اللي هي 15 في 3 اللي هي المقاومة هذه 3، تساوي من هنا نجيب في اكس اللي هي كم؟ تساوي ناقص 20. كي سي ال عند نود بي، يبدأ عندي نود بي اللي هي هذه اي 2 في الخارج ناقص دخلات 1، وداخل هذه بالناقص برضو ناقص 6 يساوي 0، ومنها اي 2 يساوي كم؟ يساوي 7. يبدأ عندي بي اكس القدرة عند العنصر اكس يساوي بي في اي اللي هو الاي اللي ماشي هنا اي 2، واي 2 طلعنا قيمتها ب 7، يبدأ بي تساوي بي اكس اللي هي ناقص 20 في 7 اللي يعطيني ناقص 140.